نحن اليوم منتدى البيت العربي الثقافي، هيئة ثقافية عمانية، نحتفل بالأعياد الوطنية ونهنئ جلالة القائد باليوبيل الفضي وبعيد الاستقلال. يعني فعاليتنا اليوم تتضمن يعني كلمة قصيرة عن المناسبة بقدمها الدكتور بكر خازر المجالي، وقراءات شعرية بقدمها الشعراء شفيق بديع رباح والدكتور حربي المصري والدكتور محمد محاسنة والشاعرة سماح الأحمد والشاعر خالد الخالدي، إدارة الشاعر شفيق العطاونة. يعني أنا بصفتي مديرة هذا الحفل ومنسقته بتمنى دائما أنه يبقى الوطن عامر وزاخر وتبقى الأفراح. نحتفي اليوم باليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستورية، وأيضا نحتفي بالأعياد الوطنية تضم الأمسية العديد من الفقرات، فقرات شعرية وفقرات عرض لأهم المنجزات التي قام بها جلالة الملك عبر مسيرته، وطبعا يضم نخبة من المتذوقين الأدب والشعراء والذين يحبون هذا الوطن العزيز على قلوبنا. نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن ويحفظ جلالته ويحفظ الهاشميين وتبقى الأردن دوحة للأمن والأمان. من حقنا أن نفتخر وأن نعتز وأن نحتفل بكل أعيادنا الوطنية بقيادتنا الهاشمية الغالية، وهذه أعياد تعبر عن محبتنا للوطن وإخلاصنا للأمة وعن اعتزازنا بكل دور هاشمي ودور أردني. واليوم نحتفل نحن بمثل هذه الأعياد، نستذكر من نحن ومن هو هذا الوطن الغالي الذي فعلا قال جلالة الملك عبد الله الثاني في خطابه الأخير عندما قال وخاطب الأردنيين، أمنهم على هذا الوطن وقال أن الأردن سيبقى آمنا مطمئنا سليما، وسنبقى نحن دائما عند العهد والوفاء. من شعاع الشمس للخيوط نسلها، من شعاع الشمس للخيوط نسلها، والهاشميين من أجمل عرق وما أطيب نسلها، من عزم من عزم ملكنا أبو حسين للسيوف نسلها، وجه العاديات نشد للعرب. اليوم نحتفل في مناسبتين عزيزتين على قلوبنا جميعا، عيد الاستقلال واليوبيل الفضي. اليوبيل الفضي لذكرى 25 لتولي جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظ الله ورعاه سلطاته الدستورية في الأردن الحبيب. هذا القائد، القائد الفذ المقدام، هذا القائد ملك ما في مثله ملك أبدا. وكل عام الوطن قيادة وشعبا بألف خير.